25 جويلية 2019 موعدنا استثنائي في تغطية خاصة اليوم. كنا نتمنى ونطلعوا لكم في ظروف مخير، لكن تاريخ هذايا فيه وجاعة كبيرة. مصاب جلال اليوم توفي المنية، وفاة المنية رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي. كنا قمنا على وقع الفاجعة هذه اليوم الصباح أثر بلاغ من رئاسة الجمهورية اللي أعلنت فيه عن الوفاة. توفى اليوم الصباح الخميس 25 جويلية اللي تتزامن مع ذكرى 62 لعيد الجمهورية على الساعة 10:25. كان بلاغ رسمي تفجعنا الناس الكل فيه، في رئيس الجمهورية: إن الله وإنا إليه راجعون. نتقدموا بأحر التعازي للشعب التونسي، نعزيه أرواحنا، نعزيه عائلته، نعزيه الناس الكل، لأنه اللي غادرنا رجل دولة أول، اللي غادرنا إنسان يشهد له تاريخه الكل أنه وقف للدولة التونسية في مختلف محطاتها، في مختلف مسيراتها. إن لله وإن إليه راجعون. باسمي وباسم كافة أسرة قناة التاسعة نتقدموا بالتعازي للتونسيين وللتونسيات، ونقول لهم إن لله وإن إليه راجعون. ترجل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، ترجل رجل الدولة الأول، إعلان الحداد الوطني لمدة 7 أيام بتونس. الأردن أيضا أعلنت الحداد لمدة 3 أيام. تم تنكيس الأعلام الوطنية، تم أيضا إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة ذكرى 62 لعيد الجمهورية، تم إلغاء جميع التظاهرات الفنية، جميع المهرجانات، جميع الاحتفالات. حزنا على رئيس الجمهورية اللي غادرنا اليوم، نذكر 10:25 دقيقنا، مصابنا كبير اليوم برهان. طبعا بالتأكيد نعزيه رواحنا، نعزيه الشعب التونسي، نعزيه كل التوانسة. باجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الخامس اللي وفاه الأجل، تحس حالة حزن حقيقية اليوم كل التوانسة. تقريبا يوم حزين صادف يوم الاحتفال بعيد الجمهورية. باجي قايد السبسي
المفارقة أنه يجمع بين زوز حاجات، الباجي قايد السبسي في نفس الوقت هو الرئيس الديمقراطي المنتخب، ولكن اليوم وقعت موت الرئيس الباجي قايد السبسي في الحقيقة التأثر الكبير بتاع التوانسة يعود أنه الرئيس هذايا في نفس الوقت رئيس منتخب ديمقراطيا، ولكن الصورة اللي خذاها في المخيلة بتاعه هي صورة الأب. الناس كل بكيت، اللي بكى من خلال الباجي قايد السبسي على حبيب مات له، بوه ولا أمه ولا عبد كبير ولا عبد يعز عليه ولا جدة ولا نعرف تأثرك ملاك في اليوم هذايا. الباجي قايد السبسي منتخب ديمقراطيا وبارشا منتخبين ديمقراطيا، لكن في نفس الوقت لعب دور الأب، وفي العادة دور الأب هذايا وصورة الأب لا تترسخ في الذهن وفي المخيلة مع الرؤساء المنتخبين ديمقراطيا في إطار مراحل التداول. صحيح. لكن الباجي جمع بيزور حاجات هذوما، صورة الرئيس وصورة الأب، هذاك عليه الناس حبته، وحتى في مساره السياسي اللي اختلفوا معاه والحكايات اللي عملها بصحيحها وبغلطها الناس تعاملت معاه كأب. الأب اللي التوانسة شيخت عليه كيفاه يبدأ يتكلم، كيفاه الأمثلة اللي يعطيها، الاستعارات اللي يعملها، أبيات الشعر اللي يصيغها في خطابه، كل الحلاوة بتاع الأب اللي الناس تضحك معاه، اللي العباد تشعر بالحنان بالعطف تجاهه. وهذا هو شفناها في مفارقة، المحبة الكبيرة هذه شفناها في الخميس اليوم اللي وقت الانتكاسة الصحية بتاعه، إجماع كبير ومحبة كبيرة واحترام كبير. واليوم اللي حزنت عليه واللي نتوقع أن الجنازة بتاعه ستكون جنازة تاريخية، لأن التوانسة سيودعون الرئيس وسيودعون الأب، وتعرف قيمة الأب في العائلات وقيمة الأب في المجتمعات وقيمة الأب في الحضارات الإنسانية. Absolutely. قد ما تحاول الديمقراطية بمؤسساتها الشكلية تعوض الحكاية هذية، لكن أحيانا رئيس في السن متاعه، رئيس في الطباع متاعه، في المزاج متاعه، بالفعل قاد تونس تلك الخمس سنوات هذية بعقلية ارتسمت وبمخيلة وعنوان ارتسم في ذهن التوانسة الأب. اليوم التوانسة صحيح ديمقراطيا وسياسيا باش يواصلوا المسيرة، فما مؤسسات فما دستور، لكن اليوم أنا أعتقد وأجزم أن الشعب التونسي قام الصباح قال يروحوا لتيم، وهذا سر الحزن. هو الحزن ما كانش فقط داخل تونس، ما كانش فقط مع أبناء الشعب التونسي اللي كما قال برهان إجماع كبير على أنه المحبة والاحترام كبير للباجي قايد السبسي، لكن أيضا التفاعل والفاجعة اقتسموها معنا برشا من أبناء الوطن العربي، برشا رؤساء، برشا مش فقط حتى من العالم العربي، يعني حتى رؤساء من 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 أوروبا، رؤساء من كافة أصقاع العالم تفاعلوا، بعثوا ببرقية التعزية، بيانات هبطت لأحزاب وطنية، لمنظمات، لفاعلين، وأيضا من رؤساء العالم العربي ومن رؤساء فرنسا نشوف فيهم منذ قليل، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، الجميع ينعى الباجي قايد السبسي اليوم. هي حالة إجماع ملاك، وخليني ناقف ساعة على الإجماع الداخلي اللي هو امبرسيونان، استثنائي ومحلاه، وقديش يبعث على الفخر أن توانسة معارضي الباجي قايد السبسي كانوا قبل مساندينه اللي سارعوا في إبداء حزنهم وتعاطفهم. وأنا بهالمناسبة نحب نحيي شخصيات طيلة فترة حكم الباجي قايد السبسي، وقفوا على النقيض من مواقفه السياسية وعارضوه في مواقفهم بشكل حدي، لكن اليوم وقفوا له إجلالا وخشوعا، تحية لذكراه وتحية لمسيرته، وإقرار أن الرجل هذايا اللي شغل الدنيا بالحديث عليه سواء من ناحية معارضينه أو من ناحية أنصاره، تبين بما لا يدعو للشك أنه خرج من الباب الكبير والكبير جدا اللي هو باب قلوب التوانسة، أن التوانسة الكل تقريبا ما عدا بعض الاستثناءات الشاذة المريضة اللي ما ناخذوش عليها، ولكن الإجماع الوطني الكامل اليوم كي تسمع الرئيس السابق السيد مصطفى مرزوقي الكلمات اللي الجيدة اللي كتبها تقديرا لمسيرة الباجي قايد السبسي، لا تملك إلا أن تحترم الرجل. اليوم كي تسمع حتى
توا نقرا في برقيه من الرئيس السابق بن علي الموجود في المنفى، الكلمات اللي كتبهم بخصوص الباجي قايد السبسي، يعني نسمع في التوانسه الكل مختلف مشاربهم السياسيه يقولوا لي في المعارضه وفي الحكم بالضبط. في تقدير الرجل ومسيرته بالضبط. ينضم لنا مباشره عبر الهاتف نور الدين طبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. اهلا وسهلا بك سي نور الدين طبوبي. مرحبا بك اختي دلال، وتحيه لك وتعازيل حاره لك ولكافه الشعب التونسي، ونرحموا على فقيد الوطن الاستاذ محمد الباجي قايد السبسي اللي وفته المنيه هذا الصباح. كل نفس ضيقه الموت، ان لله وان اليه راجعون. وبطبيعه الحال اذا اتحدث واقول الباجي قايد السبسي هو الذي واكب الحقبه نتاع دوله الاستقلال وبناء جمهوريه تونسيه، الباجي قايد السبسي المحنك سياسيا، الاب والاخ والصديق، والذي له من الدرايه وحسن التدبير الشيء الكثير. وبطبيعه الحال اليوم تلك هي مشيئه الله، هذه سنه الله في خلقه، والموت عبره لكل الناس التي تتهافت على المواقع من كل حدب وصوب. وبطبيعه الحال الموت عبره لنا جميعا، واليوم لابد ان من تضافر كل الجهود من وحده وطنيه وتضامن وطني وفاء لروح محمد الباجي قايد السبسي. وكبت الرجل وعاشرته لمدة تقريبا أكثر من سنتين، وجدت منه إلا الدعم وحلحلت كل الإشكاليات في الأوقات الفارقة والصعبة. بطبيعة الحال تعزية كذلك إلى العائلة بتاعه ومناها المضايقة، وإن شاء الله الناس تتعلم من الباجي قايد السبسي وننظر إلى الأمام. كنا أمل المسيرة تستمر بطبيعة الحال، والإرادة الوطنية تحدو الجميع، وبعيدا عن المناكفات السياسيه، بعيدا على كذلك الحسابات الضيقه، فهمتني؟ وتونس اليوم تتطلب جهود كل ابنائها وبناتها من اجل وحده وطنيه حقيقيه سماء اللي ترس الى دوله مدنيه ديمقراطيه اجتماعيه. الباجي قايد السبسي الرجل الذي كان مؤتمن على الثقه اللي اعطاها للشعب، ورغم ظروفه الصحيه اصر على امضاء معناها الامر المتعلق معناها بدعوه الناخبين في الاجال، وهو معناها مقر اني باش الامانه تعود الى اصحابها. وفته المنيه ولكن قدم الكثير، وكان رجل عند التحديات وعند وعوده. ربي يرحم محمد الباجي قايد السبسي. ربي يرحمه وينعمه. شكرا لك نور الدين طبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. الكلمات صعيبه، صعيب انه نلقاوها تو، لكن الاهم يظهر لي الرساله زاد اللي سمعناها تو، الوحده، انه الناس الكل نبداو يد وحده، تضامن وطني، وحده وطنيه في وقت فارق، في وقت حساس، في وقت صعيب. الناس الكل يلزم نكونوا ملتفين حول الدوله، حول مؤسساتها، حول العالم اللي لمنا الناس الكل. يظهر لي هذا هو الاهم في مرحله حرجه كيف ما هكا برهان. بالاكيد، واعتقد ان التوانسه مطمئنين في الجانب هذايا. يعني صحيح تقريبا أول مرة في تاريخ تونس الحديث التوانسة يعيش وفاة رئيس جمهورية أون إكزرسيس، رئيس جمهورية مباشر. هذه الحالة تخيف في بعض المجتمعات الأخرى. هذه الحالة تدخل أحيانا بمجتمعات في حالات استثنائية، لكن تونس الحمد لله في التجربة متاحها هذه اللي صغيرة في السن 8 سنوات بمدها وجزرها، مشاكلها، إحباطاتها، بانتصاراتها وانكساراتها، بتموجاتها، بمنعرجاتها، التوانسة يحق لهم أن يفخروا أن المدار متاع بلادهم استقر. اليوم فما دستور ينظم عملية انتقال السلطة، فما مؤسسات، فما نساء ورجال أثبتوا أنه مهما كانت حدة الصراع السياسي وحدة التوترات نحتكموا الناس كل الطاولة، ونهنيوا الناس أن الباساسيون راهي ستتم في ظروف عادية وعادية جدا. نخدموا على رواحنا توانسة، نغزروا المستقبل، نودع الفقيد بالحرارة وبالحزن وباللوعة اللي خلاها في قلوب الناس اللي حبته بما فيها كما قلت الناس اللي عارضته، وغدوة نغزروا المستقبل. والمستقبل إن شاء الله بقدرة ربي، أنا نتابع في وسائل إعلام أجنبية يأكدوا على حاجة، أن الوضع في تونس عادي بالنسبة للتوانسة، راهو حد لا كان ينتظر أن الوضع باش ما يكون عادي. وضع في تونس عادي طبيعي، التوانسة الكل ملتفين حول بعضهم أكثر من أي وقت مضى. أبسولي. حالة متاع وحدة وطنية تجمع كل الأطياف السياسية بدون استثناء.
الوضع عادي من نواحي كلها، مثلا من ناحية الأمنية، حتى وزارة الداخلية ونطق رسمي باسم وزارة الداخلية أكد أنه الوضع الأمني عادي وعادي جدا، أنه تحت السيطرة وأنه ما ثم حتى شيء يخوف، ما نسمعوش الكلام لا منا لا منا، الوضع عادي وعادي جدا. تالت المواقف، تالت التصريحات، برشا اللي حتى اللي تكلموا وجهوا رسائلهم كانت في اتجاه إعلاء الراية الوطنية، في اتجاه الوحدة، في اتجاه التجميع، في اتجاه المصلحة العليا للوطن. محمد الناصر أيضا رئيس مجلس نواب الشعب تكلم منذ قليل وتوجه بكلمة إلى الشعب التونسي أكد فيها أن الدولة ستستمر، وأنه حسب الدستور يتولى رئيس مجلس نواب الشعب منصب رئيس الجمهورية في حالة الشغور الدائم، ودعا إلى التمسك بتطبيق الدستور، كما دعا أيضا الشعب التونسي لتوحيد الصف والتضامن. ونعى محمد الناصر رئيس الجمهورية البلجي قايد السبسي، نذكروا اللي وفاته المنية اليوم صباح، ونذكروا اللي ثم اجتماع حاليا برهان يجمع محمد الناصر برئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وننتظر في اللحظات القادمة يعني أنه يؤدي اليمين الدستورية. الحمد لله كل شيء واضح، قضايا فنية ما هيش باش تطرح أي إشكال في قضية انتقال السلطة اليوم من نوع غياب محكمة دستورية، محكمة دستورية اللي تعاين الشغور، لكن الشغور الآن واضح لا يحتاج إلى محكمة دستورية. سي محمد الناصر سيؤمن المرحلة الانتقالية كرئيس مؤقت في انتظار إجراء انتخابات بين 45 و90 يوم. إن شاء الله بقدر ربي ماشيين على الطريق هذايا، بلادنا بخير، ما علينا كان نخدموا نلتفوا حول بعضنا، نقلوا من منسوب الصراعات السياسية اللي هي عادية وطبيعية جدا، واليوم تأكد أن التوانسة والنخبة السياسية والطبقة السياسية اللي لطالما تم انتقادها ولطالما تم تحميلها مسؤولية في تدهور الأوضاع في البلاد، كي صح صحيح فما كان الحكمة، كي صح صحيح فما كان الوطنية، كي صح صحيح الناس كل تلتف حول العلم تأمن المسار الطبيعي متاع البلاد، وبعد تجي انتخابات تتصارع الأحزاب، تتصارع البرامج السياسية، وكما أي بلد مدني ديمقراطي سيتم انتقال السلطة بشكل سلس وشكل مدني. اليوم نتمنوا كي نسمعوا الاجراءات هذيا، من الصباح بدات الاجتماعات، ملي تسمع الخبر بتاع الوفاه، رئيس الحكومه انتقل لمجلس النواب، قابل السيد محمد الناصر، سي محمد الناصر عمل اتصالات تقريبا مع كل الكتل البرلمانيه، اليوم يحكي مع رئيس الهيئه العليا، مع رئيس هيئه مراقبه دستوريه القوانين اللي هي نظريا ولو بشكل جزئي تقوم مقام المحكمه الدستوريه، لكن ليطلعهم على التوجه لاعلان السيد محمد الناصر رئيس الجمهوريه بشكل مؤقت. يعني الحمد لله المؤسسات تشتغل، اجهزه الدوله تشتغل، جاهزيه قواتنا الامنيه والعسكريه هي نفسها، عندنا دستور يضبط عمليه الانتقال، ماشيين في هذا الاتجاه. الباجي قايد السبسي تقريبا بموته وحد التونسيين، رغم هو طلع كرئيس جمهورية منتخب على رأس حزب ومنتخب على رأس مجموعة سياسية، لكن بعد 5 سنوات وهذا الاستثنائي تبين بالفعل أن رئيس جمهورية كان رئيس كل التونسيين، خاطر كل التونسيين تقريبا بالاستثناء حزنوا عليه. نزيدوا نأكدوا اللي الأمور ماخذة مسارها العادي، مثلا ما حد شيء يقلق، كل شيء قاعد بروية، برشا عقلانية. شفنا محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب أعطى تصريحاته، ويعني وأنتخوتخ بعث رسالة طمأنة للتوانسة، من بعده أيضا نائبه الأول عبد الفتاح مورو يقول أنه باش يتولى رئاسة مجلس نواب الشعب باعتبار أنه الحالة هي حالة شغور، اللي هي شغور مؤقت لرئيس البرلمان وليس شغور دائم، وانه رئيس البرلمان في حاله انتهاء مهمه كرئيس نائب للجمهوريه باش يستأنف نشاطه على راس المجلس. خلينا نذكره فقط بتصريح اللي ادلى به منذ قليل رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. بكل اسى وحسره نعلن عن وفاه الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية، ونتوجه إلى الشعب التونسي بتعازينا الحار، وإلى عائلته الكريمة كذلك بتعازينا الحار. وبالمناسبة أود أن أثمن ما قام به الرئيس الباجي قايد السبسي في بناء دولة الاستقلال ثم في رئاسة الجمهورية في السنوات الخمسة الماضية. وبالمناسبة أود أن أذكر أن الدولة ستستمر، وأن حسب دستور تونس
رئيس مجلس نواب الشعب هو اللي يتولى رئاسة الجمهورية. وهذه كذلك مناسبة للتوجه إلى الشعب التونسي بنداء لتعزيز الصف، لتوحيد الصف، للتضامن، حتى نتمكن من مواصلة السير نحو مزيد من التقدم ومزيد من تحقيق مطامح الشعب التونسي. كان هذا تصريح رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر. نستقبل اليوم مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة السابق يلتحق بنا. ما نجم كان نقول بركة فينا الناس الكل سوى مبروك كرشيد. الله يرحمه، نحب نعزي أنفسنا وعائلته كل التوانسة، هذا مصاب جلال، والله يرحم سلبيش. الله يرحمه. ما زلنا مواصلين معكم في هذه التغطية الخاصة. يقولوا لي تنضم لنا مباشرة عبر الهاتف السيدة وداد بوشماوي. أهلا وسهلا بك. مرحبا. مرحبا بك سيدة وداد بوشماوي. الوجيعة والفاجعة كبيرة، نتقسموها الناس الكل، والمصاب جلال وعشنا على وقعه منذ الساعات الأولى لصباح اليوم. الله يرحم سيد الرئيس، رحمة واسعة، ربي نعزي أنا عائلته، نعزي الشعب التونسي. الحقيقة نتأثر برشا لأنه ذكريات كبيرة مع سيد الرئيس، لما كان رئيس حكومة، لما كان رئيس حزب الهداة، ولما كان رئيس الجمهورية. تفقدت اليوم تونس أول رئيس منتخب، الله يرحمه ويرحم الجنة، وربي يصبر التوانسة الكل في اليوم هذايا. الله يرحمه وينعمه. كانت هذه وداد بوشماوي الرئيسة السابقة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. أنت عشرت الرجل عن قرب، عرفته عن قرب، تعاملت معه، كنت على يعني في نفس الفترة، يمكن أنت عندك ذكريات أيضا خاصة تجمعك بالرئيس الراحل الباجي قايد السبسي سي وفر كرشيد. نعم، أنا في السنوات الأخيرة كنت دائما اتصال به واستفدت منه، وكان رجل يعني يعرف يتجاوز كل الخصومات الشخصية، قادر على أن يستوعب كل الناس ليه، وهذه ميزة نادرة. الإنسان يتعالى على مواقفه الشخصية ويستقطب لفئات الدولة وليه كل الناس اللي يرى فيهم مصلحة البلاد. وسلباجي مستمع جيد، مثقف، رجل يعني يزن الأمور وزن دقيق. يعني أنا أعتقد اللي وفاته والله يرحمه هي إصابة بالغة لعواطفنا وأحاسيسنا، باعتباره أول رئيس منتخب لتونس، وباعتباره رجل يعني أنقذ تونس على الأقل مرتين بشكل واضح. وهذه المرة الأولى كانت بعد التغيير الذي وقع في هيكلة الدولة بعد 14 جانفي، عندما تقلد المسؤولية في القصب 2، وكان شباب تونس من كل الجهات موجود غادي. سلباجي قايد السبسي بقى معهم على الأرض وحاورهم وهو جالس معهم، وخذا بيد تونس وخرجها وعمل انتخابات 2011 وأمن الدولة في ظرف صعب. وأنا ذي مسألة أثرت فيها برشا، الطالون والكاريزما اللي عنده باش يخرج بلاد ضاعت، رئيسها ما عادش موجود اللي كان في سدة الحكم، رئيس حكومتها اللي كان موجود أيضا ما عادش قادر يسيطر على الأمور، فجاء سلباجي وخرج تونس إلى شط الأمان. أيضا يلزم نقولوه هذا وقت اللي ضاقت بنا السبل وانتشر الإرهاب وخشينا على الدولة في سنه المتقدمة، لجأت له القوى الوطنية والتقدمية على كل أطيافها وحل الطريق لهم. إذا كان الآن ثم رئيس مجلس نواب الشعب من عائلة الوطنية ورئيس حكومة من العائلة الوطنية وجل الوزراء ومسؤولي الدولة من العائلة الوطنية، فالفضل في ذلك لله أولا ثم للباجي قايد السبسي. وأنقذ الدولة ورتوف من الحافل الدولية كيف رجعت هيبة البلاد التونسية أمام الكبار، يعني في القمم الدولية الكبرى كان الشخصية الأقرب إلى كل رؤساء العالم، ورجع صيت تونس الخارجي كما يجب أن يكون. بالتالي أنا عندما نتفكر أنه أنقذ تونس مرتين على الأقل في ظرف صعب، والآن هو يغادرنا الله يرحمه، معناها وتمنينا
أن العمر امتد بها أكثر في هذه الظروف، ولكن ربما حكمة الله شاءت أن وهو رئيس جمهورية يغادر حتى يعرف الجميع قيمة الباجي قايد السبسي، ويعرف الجميع مناقبه، خاصة معناها أن احنا كل صورة جميلة يمكن أن تفسد بالذباب الأزرق، ويمكن أن تفسد بالذباب اللي يحاول يشوه كل الناس اللي يخدموا في تونس. الله يرحمه. الله يرحمه وينعم برهان. يظهر لي حتى لآخر لحظة رغم حالته الصحية الحرجة، نتذكر خروجه وامضاءه على أمر دعوة الناخبين، أيضا تمديده لحالة الطوارئ. كانت المصلحة العليا للوطن هي البريوريتي الأولى، خلينا نقوله، بالنسبة لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في معاشه لآخر اللحظات. طبعا يعني كما كان متفضل سي مبروك، يعني الدور بتاع سي الباجي قايد السبسي الله يرحمه في مفاصل رئيسية في تاريخ تونس حقيقية في 2011، يعني ما نساوش يعني في ذاك الفراغ اللي عرفته البلاد، واللي في نهاية الأمر وقت اللي نعملوا استرجاع للذاكرة حتى تونس تعديت منه بطريقة سلسة وبدون ثمن كبير كما نشوفوه في بلدان أخرى. كان الرجل عنوان رئيسي لمرحلة الانتقال السلس هذا، ثم في 2013 في الاختيارات اللي لطالما انتقد من أجلها، في نهاية الأمر أحماه البلاد من الوقوع في التطرف، في معركة ضد التطرف، دون أن تؤدي المعركة ضد التطرف إلى حروب أهلية. وهذه قيمة الإنجاز اللي تعمل، لأن المعارك راهو أنه يتم يعني حماية البلاد من براثن التطرف والإرهاب والمقاربات المتطرفة. عادة هذه الحرب ما دفعت المجتمعات ثمنها بشكل كبير، لكن بطريقة سلسة وفي طريقة فيها الكثير من الحكمة وفي طريقة لبقة سياسية. باجي قايد السبسي 2013 منح البلاد ورجعها للخيمة متاع المشروع الوطني دون ثمن باهظ، رغم انتقادات المنتقدين على اليمين وعلى اليسار للاختيارات اللي مشى فيها الباجي قايد السبسي. لكن كما نقول لك اليوم صبيحة 25 جويلية 2019، كل خصوم الباجي قايد السبسي تقريبا خصوم الجديين والمحترمين صحيح. اليوم ينزع القبعة خشوعا وإجلالا لذكرى الرجل ووقوفا، مش خطر واقعة الموت ردت المنجز شبه يعني مقدس، لا، لأنه بالفعل كان هناك منجز، ونحن ما نعرف قيمة المنجز إلا عند الغياب وعند المسافة اللي يملاها الغياب بيننا وبين الشخص. الله يرحم الباجي قايد السبسي ويصبر عيلته. ونذكر منذ قليل حكيت، هو صحيح انه اجماع كسوسوا من الناس اللي كانوا متنافسين معاه بصفه مباشره، من الدائره المقربه، الدائره البعيده، حتى مش من اصحابه، ليميت اعدائه كانوا نعاوه، وكانوا الكلمات كانت طيبه في حقه، لانه هذا اذا كان يدل على حاجه يدل على البصمه والتاريخ اللي الناس كل تجمع عليه، انه خلى حاجه مزيانه برشا، حاجه نيره برشا. نذكر هوني حتى قدامي للمرزوقي محمد مصطفى المرزوقي الرئيس المؤقت السابق اللي دعا الجميع إلى الوحدة الوطنية ونسيان كل الخلافات بعد وفاة الرئيس، دعا إلى التمسك بالدستور والقانون، وأشار إلى أن اللحمة الوطنية كانت دائما حاضرة رغم الهزات منذ الثورة، وهذا يعطينا ثقة. وحول علاقته بالرئيس الباجي قايد السبسي قال المرزوقي: كنا خصوما سياسيين ونختلف عن إدارة البلاد، ولكن ما يجمع بيننا هو الوطنية. وأشار إلى أن اللقاءات اللي جمعته به كانت صعبة، خلافاته معاه عميقة، ولكن ما يجمعهما هو الوطنية. وقال: الشعب ارتضى انتخابه فسلمت السلطة، ولكن الأهم المحافظة على الوحدة الوطنية والمحافظة على الدولة. هذا اكزامبل، يعني كان حتى منذ قليل سمعت له تصريح إعلامي المحسن محمد منصف المرزوقي يحكي حتى عن ذكريات اللجوء نتاع الباساسيون نتاع الحكم بينه وبين الباجي قايد السبسي، كيفاش كانت بطريقة سلسة، كيفاش كانت الضحكة موجودة، وشنو حتى المساج اللي قاله له الرئيس الراحل وفقيد الوطن الباجي قايد السبسي في اخر لحظات قبل تسلم السلطه فعليا من الرئيس المؤقت السابق محمد مصطفى المرزوقي. صحيح، يعني اشد خصوم في الباجي، وانا كنت في لحظه معينه في خلاف معه، يعني يقدرون المفروض انه زهاء طبيعه الحال، يقدرون قيمه الرجل، يعني عنده مقدره كبيره. انا وكان لاول لقاء لي به خارج دائره المحاماه، التقيته في المحاماه في 2009، ولكن اول لقاء بي كان معاه في بعد الهجوم عليه في الكازينو في جربه.
وصدرت وقتها بلاغ أنا باسم اليوسفيين أنه لا علاقة لليوسفيين بالاعتداء عليه. والسيدة الله يرحمها بن يوسف، صفية بن يوسف أيضا اللي هي أخت سي فتحي زهير اللي تربص عنده، صدرت بلاغ للعائلة تقول لا علاقة لنا بهذا الموضوع. من وقت انطلقت العلاقة، رجل قادر أن يهضم كل خلافاته. آخر سؤالي عليه بالهاتف كان منذ يومين أو ثلاث قبل الكومة هذه لأحد أقاربه في العائلة يقول لي راهو يهبط وطلوطة ويقرأ، وكان الكتاب فيده، وأنا دخلت عليه أكثر مرة وربما برهاني شطرني الرأي ولقيته معناها رجل ينكب على القراءة طيلة وقت فراغه، يعني رجل قادر على أن يستوعب المشهد يستمع بشكل جيد لأكثر خصومه ويسمعهم يتبعهم ويتابع وسائل الإعلام يوميا. يعني أحيانا نتحدث معاه بعد بلاتو تلفزي يقول لي الموقف الفلاني والموقف الفلاني، وأنا التقيته كثير من المرات يعني ثلاث سنوات الأخيرة، يعني كان قادر على هضم كل خلافته، كان دائما ينظر للمستقبل، ما كانش ينظر في الروتروفيزور. عنده أنا اكتسبت منه وحبيت الآن معناها نذكرها أنه لبناء المستقبل مستعد أنه يمد إيده ولفائدة البلاد، كما يقول هو الحب تونس لفائدة البلاد، يمد إيدي لكل خصوم الأمس وأعدائهم من أجل بالضبط. البلاد. وهذه راهو التعالي على الخلافات الشخصية، وأنا ما مدحتوش وهو حي، ولكن الآن وهو ميت يعني ما يضيفليش وما ينقصليش، وأمدحه وأقول أنه رجل كان معناها منقذ لتونس على الأقل مرتين، ويتعالى على كل خلافات الشخصية ومنزوع الحقد الفردي من أجل مصلحة الوطن. تنضم لنا مباشرة عبر سكايب بشرة بالحاج حميدة، به نرجع لها بعد شوية. يقولوا لي نواصل بعد محمد مصطفى المرزوقي، تعليق أيضا لراشد الغنوشي على صفحته الرسمية بالفيسبوك على أثر الوفاة، يقول أصبنا بمحنة ومصاب عظيم بفقدان البلاد قائدها وعمدة من النظام الجمهوري والدولة، جمع بين التأسيس للدولة ثم دم إقراطات. وتابع الغنوشي أيضا قال عندما قاد أول انتخابات حرة في تونس ونشأت بيناتهم علاقة صداقة وأخوة من أجل الصالح العام والانتقال الديمقراطي، وقال إنه الباجي قايد السبسي يتمتع بحكمة جنب تونس، الصدام بين نداء تونس والنهضة، وجعلت حكمته الخطين المتوازيين يلتقيان. نعلق على المسألة اللي كنحب نواصل في نفس السياق نتاع السي مبروك بخصوص علاقة الرئيس باجي قايد السبسي بالقلم وبالعباد اللي تكتب وبالكتب، يعني تقريبا بقى من الشخصيات السياسية النادرة اللي يقرأ الجرائد، وإذا كان اليوم فما جرائد ورقية تصدر فقرأها الوحيد تقريبا يكاد يكون الرئيس باجي قايد السبسي الوحيد اللي مازال يقرأ جرائد ويتابع الافتتاحيات ويتابع شي يكتبوا رؤساء التحرير، ويكون تقدير كبير على الأقل في الجانب هذايا، رغم في وقت الأوقات بعض العباد حبت تقول أنه الباجي قايد السبسي عنده مشكلة مع حرية الإعلام. تقريبا أثبت الرجل أنه عنده قدرة على استيعاب النقد، وأحيانا النقد الذي ينزل إلى مستويات معينة لا نرتضيه لأنفسنا، وكان يستمع للمسائل هذه ولا يبدي أي عدائية، ولأنه كان قارئ جيد يقدر يعني أن الصحافة المكتوبة خاصة كلنا ولينا مشينا للإنترنت مشينا الوعد، باجي قايد السبسي تقريبا الوحيد بقى هو اللي يقرأ في الجرائد اللي تجيه كل صباح على مكتبه في الجانب هذايا. إضافة مش لهنا باش نحكيه على خصاله كرجل دولة مثقف، مش اللي يجي معناها أنه اللي يستمع إليه يقعد تبحر معه في ستة سوايع ما تخلقش بالحديث الذكريات، لأنه الرجل عاش مراحل طويلة تقريبا تاريخ تونس المعاصر، عاش أهم المراحل وأهم المفاصل متاعه. من بين المفاصل العلاقة هذه بتاع الملتبسة هي علاقة إشكالية، لا حد يمكن أن ينفي اليوم أن فما معضلة اسمها اليوم في العالمنا العربي والإسلامي، بل معضلة في العالم الكل، كيف نتصرف مع الحركة الإسلامية، كيف نتصرف مع الإسلاميين، هذه معضلة، هذه إشكالية حقيقية. راهو اليوم باش نرجعوا لها فقط الاولويه للمباشر بالضبط برهان، اكيد اكيد باش نرجع لك. تنضم لنا مباشره بشرى بالحاج حميده، اهلا وسهلا بك بشرى بالحاج حميده. عسلامتكم لاباس. مرحبا بك موجوده معنا في ربط مباشر بشرى.
كنت لآخر اللحظات من المقربين والمقربين جدا من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، تعاملت معه في سياقات حساسة، في سياقات متاع فرحة، ولكن أيضا في سياقات متاع شد وجذب، ويظهر لي اللي وقت رأسك للجنة الحريات الفردية والمساواة شفت هذايا الكل عن قرب، وشفت هالشد وهالجذب، كيفاش تعامل معاه في الوقت هذاك رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي؟ والله كلمة قريبة جدا، معناها بدات قد تظهر كان سياسيا، لكن نحبه انسانيا برشا ساعة قبل كل شيء. وانا بصفه عامه ما عنديش اعجاب ولا كما نقول ادميراسيون بور لي زون بوليتيك، معناها قليل، والرجل السياسي نكون معجبه به بصفه عامه، ديما عندي نقد برشا، ولا اصلا ما معناها نظره خايبه شويه للسياسيين سواء في تونس او في الخارج. ممكن نعجب يعجبوني الفنانين، يعجبوني علماء، يعجبني كاتب، لكن رجال السياسه ما عنديش. هو عمل استثناء، وهذاك علي شربه ما قعدت لي معناها علاقه، نجم نقول معناها كان كيما انت ميت، معناها يمكن الشخص الوحيد كي كلمني سواء باش يقول لي كلمه هكا ساعات نبذه، ولا باش يقول لي كلمه حلوه، ولا ساعات حتى يسال على صحتي، خاطر عنده هذايا الجانب هذايا اللي تقعد به مثلا تبدا مريضه وساقك في هكا في وناس معاك كل يوم في المجلس ولا في اماكن اخرى ما فيقوش، وهو ما راكش بكل ويعرضك، ولا مشيت تمشي معاه في مهمه ويغزر يقول لك شنو احوالها ساقك وقتاش تنحي كذا، معناها تحسه انه معناها يشعر بيك ويحس بيك. معناها هذا الجانب نحب ناكد عليه. وانا باش نقول لك حاجه، فرحت بحاجه معناها اللي انا كنت قاعده متعديه هكا في بحضر القصر خاطر ما شفتوش توا مده، وهزيت التليفون والعشيه وقتها العشيه، وقلت والله تو متعدي جاي ان كود كور، يضحك الضحكه لتوا يضحك، انا يعني فهمني ايش حبيت نقول له، خاطر برشا حاجات مش باش نحكيوهم. معناها يعني الانسانيا عنده زنز، قريت تو من عشكو برهان بسايس كان يحكي على الثقافه، ونحب نحكي على الذكاء نتاعو، والذكاء مش كان بعلاقه الذكاء الانتلكتويال، فهمت؟ فما الذكاء الانساني، فما الذكاء الاجتماعي. شنو الذكاء الانساني؟ اللي هو يشعرك، يخليك تشعر وكاينك بالحق، معناها هو يتبع في كل شيء، ما تعرفش. دونك انا الجانب هذاك يخليني ياسر عندي حاجه خاصه، وبرشا ناس وحتى صحفيين يقولوا فيك عمرك ما تنقدوا. وعلاش ما ننقدوش؟ انا ما ننقدوش على خاطر ساعه عندي تربيه، الانسان اللي تعامل معاك طريقة تعتبرها راقية ما تنجمش مهما كان، حتى كده عندي نقد يمكن نقوله له بطريقة زادة ما تصورش، معناها مانيش من نوع نجيهم باش نولي بطولة، عندي بطولة ونقول لك راني حقت له، لا لا، حتى كيف نقول له نقول له هكا سي الباجي يا ما انت شنو هكا، ما عنديش مع هو راهو لك صحة الراس لا القوة لا حتى شيء، مع هو عندي علاقة نجم نقول لك معناها أنا كما مع أبو في الإعجاب، مع الإعجاب خاطر عاد فما ناس فما عندهمش إعجاب حتى المبيع. الحاجة الثانية نحبه وما نحبوش، مع أنها نختلفوا معاه واختلفنا في نداء في الفترات الصعيبة متاع البلاد، ما ترددش باش يحترم المؤسسات، المسار الديمقراطي عمره ما مسه، عمره ما دستور خالفه، معناها حتى كان مش راضي عليه، هو مش مقتنع بالنظام السياسي، فهمت؟ انا من الناس المقتنعه بيه بعيوبه، لكن حتى مش مقتنع بالنظام السياسي هو معناها احترمه، يقول راني انا ما بدلش الدستور ولكن مش عاجبني، لكن هو احترمه. انا نقول نحمد ربي احنا عشنا، وان شاء الله الاجيال الاخرى تعيش ما خير من اللي عشنا احنا، اللي عنا رئيس وقع انتخابه ديمقراطيا، انه رئيس ما حدش ديمقراطيه وجمهوريه في خطر، اللي رئيس اليوم شاء معزز مكرم، حتى الناس اللي مش اللي مختلفه معاه اليوم اعترفت له باللي قاموا للبلاد. ان شاء الله الرئيس الجاي يكون معناها الامانه هذه حافظ عليها، وبالحق يكون رجل دوله ولا امراه دوله، من عشان هو اللي في جيب الانتخابات الجايه، ربي يرحمه ويصبر التوانسه الكل، يصبر عائلته ويصبر كل انسان حبه من قريب ومن بعيد.
إن شاء الله هذا نتمناوه للناس الكل، ربي يعطي صبر للناس الكل لكافة أفراد الشعب التونسي في فقدان رئيس الجمهورية البلجيكي قادة السبسي. شكرا لك بشرب الحاج حميدة النائب بمجلس نواب الشعب. شفت حكيت على تجربتها الإنسانية، خاصة إنسانية نتعاملت معها بشرب الحاج حميدة، حكيت على هذا الذكاء الإنساني اللي ربطهم على الرقي في المعاملة الاجتماعية لحتى المختلفين معاه، وهذا ما لا شك فيه برهن. أكيد الناس اللي عرفت الباجي قايد السبسي عن قرب بيقدروا له هذه الخصال، وخصال كانت واضحة، وأنا الناس كل يعرفوا تونس كل يعرفوا آخر أو أول واحد نجم نحكي في علاقة بي أنا يعني، وهو الجميل والأشياء الخاصة والذاتية، وما نجمش نكون موضوعي برشا في الحكايات هذه. هذاك عليه أنا نفضل نرجع نحكي على الأمور الموضوعية اللي تعملت واللي عملها الباجي قايد السبسي للبلاد، واللي خلات حتى خصومه السياسيين يقدموا له الشهادات هذه. في نهاية الأمر راشد الغنوشي في 2012 وقت الباجي قايد السبسي تقدم تأسيس حركة إيدا تونس، راشد الغنوشي ما كانش فرحان برشا، كان يعتبر أن حركة إيدا تونس اللي أسسها الأستاذ الباجي قايد السبسي أخطر على البلاد بالسلفيين. ولكن أنه راشد الغنوشي اليوم بعد هالسنوات هذه الكل يعطي الشهادة هذه في حق الباجي قايد السبسي، لأنه يدرك جيدا ماذا فعل الباجي قايد السبسي للحركة الإسلامية التونسية وماذا فعل للبلاد. كانت الناس تنجم نمشيو في مواجهات لا يعرف الله مداها وين تنجم تهزنا، لكن الباجي قايد السبسي وهذا هي وجهة نظري الشخصية واللي ما ندافع عليها ومقتنع بها أشد الاقتناع، مشى في تكتيك الاحتواء الجيد والحكيم للحركة الإسلامية، لأنه يعرف البلاد ليست مستعدة لحالة مواجهة دموية ستأكل الأخضر واليابس. واليوم إذا كان الإسلاميين عملوا مراجعاتهم، وإذا كان قياداتهم لبست الكرافتات، وإذا كان مشاو في تمسك بالخيار الديمقراطي المدني، راهو بفضل السياسة بتاع الباجي قايد السبسي في الاحتواء. برشا ناس تلوم على الباجي قايد السبسي أنه مشى في ما يسمى التوافق، لكن التوافق كل التوانسة يعرفوا مشى في أي اتجاه، هل في اتجاه التنازل في المشروع المجتمعي؟ لا، الإسلاميين هم اللي جاءوا على خط المشروع المجتمعي الوطني. اليوم لا أحد فيهم يجرؤ أنه يتراجع على مكاسب البلاد الحدثية، ولا أحد فيهم يجرؤ أنه يقول مجال الأحوال الشخصية نجم ندخلوا لها مجال التشكيك، لا أحد يجرؤ أنه يشكك في تعليم مدني، لا أحد يجرؤ أنه نرجع للمرحلة السوداء نتاع الإعلام اللي ترفرف غير النجمة والهلال، لا أحد يجرؤ اليوم أنه نرجع التطرف يتجول في شوارع بلادنا بلا محاسب وبلا رقيب، لا أحد يجرؤ اليوم أنه يطرح التشكيك في النموذج المجتمعي اللي عرفته الدولة التونسية. هذا انتصار لمشروع الباجي قايد السبسي اللي الناس جات على خطه ومش العكس. هذاك عليه بارش عباد لحسابات سياسية بالطبيعة، لأنه هو عمل التوافق مش هو ما عملوه التوافق، مشاو في انتقاد الرجل. طبعا التاريخ سيذكر في نهاية الأمر ما له وما عليه. هو جانب من التاريخ، حكيت أنت على موعد ومرحلة كانت فاصلة وتحكي فيها برشا، لقاء باريس حتى رجع له اليوم في النعي نتاعو رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وحول اللقاء هذا اللي صار في باريس بتاريخ 15 أوت 2013 أكد أنه اللقاء هذا بالباجي قايد السبسي لم يكن صفقة، وإنما يقول اتفقنا على استئناف الحوار الوطني بعد ما قاطعناه، لأننا لا نريد لقاء العدو التاريخي والحوار ما كان لينجح لو لولا الباجي ولولا النهضة والنداء. واعتبر الغنوشي أنه الرئيس الراحل أتاه الله حكمة كبيرة وكان قاموس الحكمة التونسية، فكان مقنعا وتوفق في صياغة خطاب تونسي يجمع بين العمق والقرب بين الناس، وهو رجل الشعب ورجل الثقافة. واعتبر أنه ملء الفراغ اللي تركه ليس بالسهل، خاصة لشخصية كشخصية الباجي قايد السبسي. مبروك الشيء. شوف هو على كل حال في الباجي لم يتحدث في هذا الموضوع مرة إلا وقال راني أنا في باريس وجاوني باريس، يعني يسعى إليه ولا يسعى في هذا الموضوع، وهذه يعني مهمة نعتقد ويجب أن تقال، لأنه سرباجي كان في مشروعه أنه يرجع القوى الوطنية في البلاد. أيضا من المشاريع الكبرى اللي أنا برشا مرات تحدثت معها عليها وأعرفها باعتباري كنت ماسك ملف جزء فيه، مسألة المصالحة الوطنية، الباجي قايد السبسي يؤمن بالكونكارد ولا يؤمن بالمحاسبة والرجوع إلى الماضي والعقابات، وهذه كانت خاصية أن الرجل يريد أن يتجاوز جراح الماضي وتقع مصالحة كبرى في تونس. وأنا معنا من الأفكار اللي أثرتني لديه هو أنه يرى المستقبل بعين حالمة في سنه، يرى أنه فما إمكانية الإصلاح، كان يحلم بأن المرأة التونسية تصبح على نفس قدم المساواة مع الرجل التونسي وسعى إلى ذلك بكل قوة. ايضا كان يحلم بان المناطق الداخليه، وانا ابن منطقه داخليه وهذه شهاده، يعني قبل ندخل الحكومه بثلاث اشهر
بعد حادث بن قردين استدعاني بقيت تحدثت معاه وقال اللي احنا اخطأنا في الماضي والدولة اللي بنيناها اخطأت في حق الكثير من المناطق الداخلية وجاء الوقت لإصلاح الداخل التونسي لبعث مشاريع حية في الداخل التونسي. يعني الرجل كان يفكر في إصلاح أخطاء الماضي بطريقة إيجابية بأن يجعل أن كل التوانسة يشعروا بالمواطنة الحقيقية في دولتهم. أيضا يعني في علاقته بالإسلاميين أنا ما بحبش نقيم هذا للتاريخ، الموضوع هذا سأتركه للتاريخ، ولكن الباجي قائد السمسي يعني سعي إليه وأراد أن يتونس كل ما هو في تونس، أراد أن يجعل كل ما هو في تونس تونسي لحما ودما، يعني أن يدخل كل الناس إلى الحديقة الوطنية المتنوعة والمزهرة. وأفلح في ذلك ما أفلحش هذه مسألة ما هوش هو فقط مربوط بها، العوامل المؤثرة الجانبية محددة، وأيضا يعني سيحكم التاريخ على هذه الاتجاهات. احنا في لحظة فارقة فيها كثير من الحزن من الألم، نشعر اني انا قلت انا انطلقت من خلفية مش قريبة للباجي قائد السمسي، مختلفة معه، ولكن يكفي أن تصافحه وتجلس معه مرة ومرتين حتى تجد أفكار. الباجي قائد السمسي يعطيك أفكار في الجلسات معه وما يعطيكش خطاب سياسي فضفاض، يحدثك كما قال برهان على التاريخ، يعني أو بشرة يتنقل بيك من الأربعينات من القرن الماضي بلقاء الأول بورقيبة في حمام لنف وفي باريس، ثم يعود بيك إلى صلاح بن يوسف كيف تنقل مع زوجته إلى الحدود وأوصلها إلى غاية الحدود التونسية الليبية تلتحق بزوجها، وينطلق معك في تجربة التعاضد، يحدثك عن فقره كشخص تربى يتيم، يعني بوه توفى بكري، وعلاقته بالفقر وعلاقته بالمدرسة وعلاقته، يعني رجل عاش أعطاه ربي طول العمر ورأى كثيرا في تاريخ الدولة التونسية وعاشر كل الأزمنة واستفاد من التجارب وأعطى خلاصة تجربته للتوانسة. باجي قائد السمسي لم يبخل على التونسيين بخلاصة تجربته، هذه حقيقة، وأنا قلت استمعت إليه كثيرا في السنوات الأخيرة واستفدت منه كثيرا، واستفدت أنه رجل يتعالى يبدأ موجوع، يتفرش بلاتو، يتفرش مسلسل، في حوار، يقرأ أرتيكل كما قال سي برهان، ولكنه يقرأ قراءة نقدية إيجابية، يناقش الأفكار بينه وبين نفسه، وعندما يستقبل ضيوفه يناقشهم تلك الأفكار، ويتستغرق لقاءاته مع ضيوفه بالساعة بالساعة ونصف وهو رئيس جمهورية ليتحدث في جوهر المناطق التونسية وفي جوهر الأفكار السياسية ويستمع إلى كل الناس. الحقيقة يجب أن تقال مستمع جيد وقادر على تبويب أفكاره. ممكن قابلته آخر مرة شهرين، معناها مقابلة مطولة، ويستمع وأفكاره دائما يعني تبارك الله كان إلى آخر حياته عنده أفكار منظمة ومهيكلة وما يضيعش الخيط، يعني دائما معك حاضر من الماضي ومن الحاضر. وعشناه برشا في خطاباته حتى بروح المداعبة، كيفاش يعدي الرسائل نتاعو، كيفاش ديما خطاب يبدا ما ثماش هيك الشد نتاع الاعصاب. برهان نحسوا ان يظل من تجربتك الشخصية بيه، تجربتك الإنسانية وعاشرته عن قرب، تعرف هالزخم اللي موجود في الشخص هذايا وهالكم الكبير نتاع الثقافة ونتاع الأفكار، مسيرة كبيرة دايوغ، مسيرة محامي كبير من الصديقية إلى قصر قرطاج، اونتخ تون محطات كبيرة وكبيرة مهمة جدا في تاريخ الرجل. شوف راهو فما بعض المفاهيم الفلسفية اللي تعوز برشا الناس تدخل في الشأن العام. أنك تلقى رئيس مرح، رئيس مرح. راهي أسلوب في القيادة وفن في الاتصال. باجي قائد السبسي لا تكاد كل خطاباته وكل لقاءاته مع الصحفيين ولا مع الجمهور العام في خطاباته إلا ويحضر فيها النكتة. صحيح. القاعة مثل ما تصفق تقهقق بالضحك. صحيح. وهذه قيمة راهي، رد بالك، وهي مدرسة في العالم. تقريبا كان وينستون تشرشل من نوعية القادة الكبار اللي في خطاباتهم لازم فما النكتة، لأن هذه أسلوب لكي تملك الجمهور عليك أن تملك ضحكه في الجانب هذه، يعني في إطار المرح. وأيضا الباجي قائد السبسي كمشروع كان أيضا جدي وخلى البلاد في مسار معين اللي هو مسار الانتقال الديمقراطي. ونحب نلاحظ مسألة معينة، لطالما انتقد النظام السياسي التونسي مع الباجي قائد السبسي باعتباره نظام شيوخ هرمين. باجي قائد السبسي سيذكر له التاريخ أنه هو من أعطى
إشارة الانطلاق لتشبيب الطبقة السياسية. نعم. اليوم الطبقة السياسية اللي خلاها الباجي قايد السبسي كلها طبقة سياسية متاع شباب، اللي خلاها الباجي قايد السبسي اليوم اختياره مثلا بغض النظر على طبيعة المسار السياسي اللي خذيتها العلاقة ما بين الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة، لكن وقت اللي راهن على شاب في عمر يوسف شاهد 45 سنة أعلن انطلاق مسار تشبيب طبقة سياسية كاملة. بالضبط. شوف اليوم قيادات الأحزاب، شوف اليوم المتصارعين من أجل رئاسة الجمهورية. بالضبط. كلها كبير. من شباب ارقاوا مجال انطلاقهم مع الباجي قايد السبسي. باش نرجع للنقطة هذه، لكن قبل ذلك انضم لنا في ربط مباشر عماد الخميري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك ومرحبا بمستمعي قناة التاسعة ومشاهدي قناة التاسعة. تعزينا الحارة، نعزيه ونعزيه أرواحنا ونعزيه أبناء الشعب التونسي الكل. حدث جلال تفقد فيه تونس أحد زعمائها الكبار اليوم عماد الخميري. طبعا اليوم يوم حزين في تاريخ تونس، تونس تونسيون وتونسيات يفقدوا زعيم كبير وقائد كبير، قائد من بنات دولة الاستقلال بكل ما كسبها وبكل منجزاتها، وكذلك قائد من قواد الانتقال الديمقراطي بعد الثورة. الرئيس الباجي قايد السبسي رحمه الله كان أحد أعمدة وكبار القادة الذين حافظوا على هذا الانتقال الديمقراطي من كل الجوانب اللي ممكن تمس انتقالنا الديمقراطي لا قدر الله. ونقول لتونس الحديثة، تونس ما بعد الثورة عندها امتنان كبير لهذا الرجل العظيم، هذا الرجل الذي يؤمن بالحوار، يؤمن بالتعددية، يؤمن بالديمقراطية، رجل معناها كان دائما من رجالات الدولة القلال اللي آمنوا أن تونس تسع الجميع وتونس ينبغي أن تضم الجميع، كل القوى السياسية، كل الأطراف السياسية. رجل آمن أن تونس الجديدة هي تونس متنوعة، تونس تتسع لكل أبنائها. وفي اللحظات الحرجة التي مرت بها البلاد، هذا الرجل دعا إلى التوافق ودعا إلى الوفاق كمركب لخروج البلاد من أزماتها، وظل لآخر فترة من فترات حياته يؤمن بالديمقراطية. النجم نقوله للباجي قايد السبسي آخر إنجاز عمله في إطار حماية الانتقال الديمقراطي وإنجاح الانتقال الديمقراطي هو وضع البلاد على سكة الانتخابات وسكة الديمقراطية بالأمر اللي وقع فيه ودعا فيه التوانسة إلى الذهاب إلى محطة الانتخابات القادمة. النهضة تنعى الرئيس الباجي وقادة النهضة وزعيم النهضة الأستاذ راشد الغنوشي رئيسة، ينعى الرئيس الباجي قايد السبسي رحمه الله. نحن في هذه المحطة كنا حزن وألم لفقدان هذا الرجل العظيم، هذا الصديق الكبير للحركة، هذا الرجل اللي كما قلت عنده خصال كبيرة، وتونس ستبقى ممنونة لهذا الرجل بكل المنجزات التي حققتها في فترة الانتقال الديمقراطي وخاصة في فترة ما بعد الثورة، لأنه رجل آمن بالتطلعات الجديدة للشباب التونسي، آمن أن التوانسة فعلا معناها يريدون الانعتاق ويريدون الحرية، وآمن أن التوانسة أصواتهم وأشواقهم نحو النظام السياسي الديمقراطي، ولذلك كان من بين القادة القلائل اللي وقف إلى هذا الخيار، إلى أشواق التونسيين والتونسيين. فحقيقة كما قلت تونس والنهضة يعتبرون أن هذا اليوم يوم حزين في تاريخ تونس الحديثة، ونأمل أنه إن شاء الله هذا المصاب الجلال العظيم لا يزيد التونسيين إلا إصرار على الوحدة الوطنية اللي آمن بها الرئيس الباجي، إصرار على التوافق اللي آمن به الرئيس الباجي قايد السبسي، وإصرار أيضا على المضي في خيارات الانتقال الديمقراطي وفي الاستجابة لتطلعات التونسيين في العدالة الاجتماعية وفي الكرامة اللي اعتبر الرئيس الباجي أنها جزء من مطالب التونسيين، وعمل كثيرا من أجل أن التوانسة يوصلوا باش يحقوا ديمقراطيتهم، ويوصلوا أيضا باش يستجيبوا إلى تستجيب الدولة إلى مطالبهم في الكرامة وفي العيش الكريم وفي رفع التهميش عن كل الجهات وعن التهميش عن الأفراد.
شكرا لك عماد الخميري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة. يظهر لي بالكلام اللي نسمع فيه من قبيلة من المداخلات اللي سمعناها الكل، كلام برهان، كلامك أنت أستاذ مبروك رشيد، يعني مسؤولية كبيرة اللي يجي باش يجي بعد الباجي قايد السبسي، لأنه هالإجماع هذايا وهالإجماع حتى على أنه الطبقة اللي قام بتشبيبها الباجي قايد السبسي مسؤوليتها اللي محطوطة على عاتقها توا، والانتظارات منها أيضا كبيرة، وإن شاء الله تكون في نفس المستوى اللي عودنا به الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي. نعم صحيح، أنا أذكر أنه هذا كان يباهي به السيد رئيس الجمهورية الله يرحمه، وفي أحد المحافل الدولية وأنا سمعت منه مباشرة قال أنا صحيح يعني عندي خبرة الأيام، ولكن عندنا أصغر رئيس حكومة شاب، وأحاط نفسه بالشباب سيد رئيس الجمهورية. وقت تشوف قصر كارتاج يعني ما عدا صديق ورفيق درب وعمره اللي هو العميد القروي الشابي، كان كل المحيطين به شباب من جيل الأربعينات 45 لأقصى معناها من معناها أقسام في الخمسينيات كيفي ولا معناها كيف حتى بالثلاثين يعني بالثلاثين في راس قفراش ما عملش 40، لوردي بتيشه تقريبا ما عملش 40، معناها نعم كلها شباب يعني في الواحد. وكان يشجع يعني كل الشباب سليم العزابي كل يعني وربيع وغيرهم كل وكل وزميلي اي وزميلتنا المحاميه الناطقه الرسميه وكل بالضبط. كل كان الباجي قايد السبسي كان يؤمن بالشباب واراد ان يخلق طبقه سياسيه جديده شاب ويعطيها المشعل، وأفكاره كانت متجهة إلى أنه يكون قريب للشباب. أيضا الباجي قايد السبسي وخلنا نقول هذه مسألة التوافق أراد أن يتونس كل ما هو موجود على أرض تونس، هذايا إن شاء الله كل ما هو على أرض تونس قد تونس فعلا، احنا نتمنى أن أحلامه تكون تحققت واقعا وما تكونش معناها مجرد أنه عمل هو محاولة ولم تؤدي أدي نتيجة، لأن هذا ينقذ تونس ويمنحها من في محيط كله متحرك كما تشوفوا العالم المحيط بنا. بالتالي باش نعطيك الكلمة بعد شوية مبروك رشيد، لكن يقولوا لي تنضم لنا مرة أخرى وداد بوشماوي الرئيسة السابقة لمنظمة الأعراف. مرحبا بك من جديد سيدة وداد بوشماوي، تفضل ذولي عندك رسالة حاب توجه بها، تفضل مرحبا بك. الحقيقة نحس برشا بشعور ألم وأسى لفقدان سيد الرئيس، لأنه كانت فترة طويلة عملت معاه لما كان رئيس حكومة، كما كان رئيس حزب الإفاق، كما كان رئيس الجمهورية في التعامل خاصة وقت الحوار الوطني وقت كان رئيس حزب الإفاق. شفت معناها رجل اللي عنده تجربة اللي عنده ذكاء اللي عنده معناها يحب رجل الحوار يحب يقاول حل التونس. وما ننساش حاجه، هو اللي كان يعني اول شخص لما مشيت باش يوقع لنا في الرساله باش نقدموها لتقديم ترشح رباعي الحوار الوطني قبلها بدون تردد، وهذا الحقيقه ما ننساوش الجزئيه نتاعو لتونس والتي اليوم عندها جائزة نوبل السلام اول مره في تاريخها. تجربه كبيره، لكن انا اقول لهم ان شاء الله ربي يحننا احنا على بعضنا تونس نكونوا مع بعضنا يد واحده لنعمل على ترسيخ الديمقراطيه، ترسيخ مع هذه جذور تونس جديده في مع التقدم، ونكونوا مع بعضنا باش نحاولوا نحسنوا المناخ العام، تكون ان شاء الله معناها تونس في تقدم بولادها بذاتها بنساها برجالها. ان شاء الله نحبوا تونس اكثر من نحبوا رواحنا، والله يرحم السيد الرئيس وتعزي الحراره كافه الشعب التونسي ورعايته بصفه خاصه. شكرا لك سيدة وداد بوشماوي الرئيسة السابقة لمنظمة الأعراف. يظهر لي حتى اليوم كي نشوفوا البيان نتاع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اللي ينعى فيه رئيس الراحل الباجي قايد السبسي، يشيد بدوره الهام خلال الحوار الوطني اللي قادر الرباعي لتجاوز الأزمة ولأنه ناخذوا جائزة نوبل للسلام. يعني يظهر لي محطات تاريخية كان فيها حاضر في الوقت هذاك بالثقل نتاعو كل الباجي قايد السبسي انه اسهم اونتخوطخ في نجاح التجربه هذه والفتره هذه الحساسه من تاريخ البلاد. اكيد، لانه مش سهل البعض يقصر تجربه التوافق اللي قادها الباجي قايد السبسي في لقاء ما بين حزبه وبين حركه النهضه. لا مش صحيح، الباجي قايد السبسي حافظ طيله عهده الرئاسيه على انه العمود الفقري للحكم هو لقاء كل الاحزاب والمنظمات الوطنيه. ما نساوش توا نسمعوا للسيده وداد بوشماوي، وقبيله كنا نسمعوا في سينور الدين الطبوبي، الناس كل تعرف ان الباجي قايد السبسي كان ديما يعني الوسيط
في تخفيف التوترات ما بين الحكومة اللي عندها خياراتها وهي خيارات طبيعية تدافع عليها، وما بين الاتحاد العام التونسي للشغل. يعني قصر قرطاج وعلى رأسه حكمة الباجي قايس السبسي هي اللي خلت العباد تقرب لبعضها، هي اللي خلت البلاد يعني تتجنب الاصطدامات اللي كانوا. حكومة الوحدة الوطنية في حد ذاتها، حكومة الوحدة الوطنية في حد ذاتها مبنية على الوحدة الوطنية وبتمثيلية المنظمات الوطنية وعلى رأس الاتحاد العام التونسي للشغل وأحزاب المعارضة أيضا وأحزاب المعارضة. يعني وثيقة كرتاج نفسها شاهدة اللي كان يرعاها الباجي قايد السبسي. يعني الجانب هذا في علاقة بالمنظمات الوطنية هي ذاك الإرث اللي جابوا معاه الباجي قايد السبسي من تجربته في طيلة مراحل الحكم البورقيبي وتأسيس الدولة الوطنية، أنه راهو البلاد هذية عندها أعمدة والأعمدة هذية مش اليوم باش نعيد رسم العلاقة فيما بينها. لأنه أحيانا نسمع بعض الأصوات الجديدة تقول لك اليوم المرحلة تقتضي أنه نقلصوا من أدوار بعض المنظمات الوطنية كما الاتحاد العام التونسي للشغل. سهل جدا نمشيو في الخيار هذية، لكن هالبلاد مستعدة لتدفع الثمن؟ باجي قايد السبسي جابك المدرسة اللي يعرفوا ما معنى الاصطدام بالاتحاد العام التونسي للشغل سواء عام 1978 ولا عام 85. يعرفوا أنه الاتحاد العام التونسي للشغل هو أحد أعمدة كيف وكيف المنظمات الوطنية، اتحاد الصناعة والتجارة ولا اتحاد الفلاحين، أحد أعمدة البناء السياسي بمثل ما لعب دوره الرئيسي في مرحلة بناء الدولة الوطنية. لا يمكن أبدا المس من دوره في مرحلة الانتقال الديمقراطي، والباجي قايد السبسي تقريبا كان الدينامو المحرك لهذه التوافقات والمصالحات التاريخية. اليوم هاك شفنا التوترات بلغت في شهر جانفي مبلغها ما بين الحكومة من جهة والاتحاد العام للشغل، لكن في الأخر الناس قعدت مع بعضها حطت يديها في يد بعضها وأمضينا الاتفاقات وقدمنا القدام. هذا تقريبا حتى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي كان ليه دور مهم في مثل هالتوجهات هذه. أبسوليمون هو كان يعتبر خاصة أن الاتحاد كنت تعرف هذا الموضوع، كان يعتبر الاتحاد أهم ومن أهم ركائز الدولة التونسية، الاتحاد العام التونسي للشغل، ويرى أن كل صدام معه ليس في مصلحة تونس. بالتالي كان دائما ينصح كلا الطرفين سواء كان الاتحاد أو الحكومة، وكان دائما هذا هو تخفيف التوتر. وفي الأزمات الكبرى سواء الأزمة اللي مرينا بها، وأنا كنت موجود في 2018 وعشت الأزمة العميقة اللي تمت في 2018، كان دور الباجي قايد السبسي هو العقل والرصانة في تهدئة الأوضاع. أي في الأخير أيضا كان دوره العقل والرصانة، وكان قادر أن نقول ديما قادر على إيجاد الحلول، يعني قادر على أن يتعالى على الخصومات البسيطة من أجل المصلحة الوطنية في مع شد أعداء. وهذه معناها أنا نقول اللي هي صفة ليست لا تؤتى إلا لقلة من الناس، أنه يتعالى على الجراح وعلى الألام وعلى الناس اللي ربما يعتبرها ما أنصفوهش، فيتعالى على جراحه الشخصية من أجل مصلحة البلاد. وكان دائما حريص على أنه مش مقتنع بالدستور، ولم يكن مقتنع بالدستور كخير دستور أخرج للناس. ما كان يرى أنه النظام السياسي الذي يحكم تونس لا يصلح ولا يتماشى مع الظرف تونس، ولكن يقول سهوة الجواد الذي اعتليته للوصول إلى الكرسي في 2014 لن أغيرها إلا في قاعدة 2019. يعني كان يريد أن يحترم الدستور اللي طلع عليه هو كرئيس جمهورية، ما كانش يحب يغير الدستور الذي طلع على صهوته إلى الحكم، ويقول عندي تحوير حاضر الآتي بعدي عليه أن يتولى تحوير للمصلحة الوطنية. حتى آخر خطاب حضرت له أنا بشكل رسمي معناه يقول الدستور بتغيير بعض الفصول فيه كفيل بأن يقدم بتونس. يعني الرجل كان يعني يؤمن بالدستور، ربي يرحمه ينعم، الله يرحمه، كان يؤمن بخلق طبقة واضح جديدة، كان يؤمن باحترام التوازنات في المجتمع التونسي. يعني كان رجل عنده رؤية استشرافية للدولة معناها، وهذه من مناقبه التي يجب أن نقولها ونحن نفتقده في هذا اليوم. تنضم لنا في ربط مباشر السيدة سامية عبو النائبة عن الكتلة الديمقراطية والقيادية في التيار الديمقراطي. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك سامي عبو، انت معنا في ربط مباشر ونعش اذا كان صوتنا من استوديوهات هوني المركزيه يوصلها هناك. اذا كان سامي عبو مرحبا بك. نرجعولها بعد قليل. سامي عبو القياديه في التيار الديمقراطي، ما زلنا
ما زلنا مواصلين برهان، ما زال الكلمات صعيبة، الموقف صعيب، ما زلنا نواصل في تقبل التعازي من مختلف الحساسيات، خلينا نقول السياسية، من مختلف الأسماء والشخصيات الوطنية، كلهم بصعوبة وبمرارة كبيرة، لكن الدولة مؤسساتها ما زالت قائمة، كل شيء يلزم يمشي في مساره الطبيعي، ما يلزمش حارة الإرباك، لأنه على الأقل كل المؤشرات منذ صباح اليوم خلينا نقولوا عادية مطمئنة، ما ثم حتى شيء يثير الشك أو الريبة في قد اللي جاي نهار آخر إن شاء الله. شو بالتأكيد يعني، وأنا كما قلت في المداخلة، في بداية المداخلة، بقدر ما نشعر بالحزن الشديد في هذا اليوم، أما في نهاية الأمر بجنب الحزن يصطف شعور غريب اللي هو فخر أنه البلاد اليوم راهي تعطي في مثل. فما ناس خايفين، ما همش عارفين هذه تونس شنو حكايتها، خايفين عليها، قالوا لي فما مراسل تاع احدى القنوات يقول حتى الان الوضع هادئ في شارع حبيب بورقيبه، وكانه يتوقع انه الوضع يكون اوتوماتيك هادئ. راهو توينس عادي جدا اليوم، حاله وحده حول معناها خلقتها واقعه موت الرئيس. هاك تشوف اليوم باش ناخذوا سامي عبو، احدى يعني اكثر معارضات رئيس الجمهوريه شراسه، لكن اليوم التوينسا يعطيه في رساله مدنيه راقيه جدا، انه اليوم رئيس الجمهوريه الاحترام للرئيس الانسان، الاحترام للموت اللي هو من صميم عاداتنا وتقاليدنا، وللاسف السياسه في عديد البلدان لم تترك فرصه لاحترام الموت. شفنا قاده اش عملوا فيهم في بلدانهم، لم يحترم فيهم لا ذات بشريه ولا كرامه انسانيه ولا حدث اي موت، والتوانسة يشوفوا في وسائل الاعلام كل السنوات هذه اللي جرات عليهم اش جرى في بلدان اخرى، في اليمن لعلي عبد الله الصالح، في ليبيا للقذافي. يعني اليوم وفي ديمقراطيه على فكره نودع رئيسنا كيما كل التلفزيونات بالمعارضين وبالمناصرين نتاعو، والناس الكل يعني تجل له وتقف احتراما لذكراه. هذا راهو استثناء ضمن الاستثناء التونسي، ينبغي ان نحافظ عليه. هذاك عليه احنا صحيح غدوه بعد غدوه كيما نعملوا، الانسان ماك تعرف يودع عزيزا عليه ثم يرجع لاهثا الى الدنيا، سنرجع الى الدنيا، ما نكذبوش على رواحنا، سنرجع للتنافس السياسي، لكن الحاجه الخارقه للعاده ان التنافس السياسي باش يظل في الحد الادنى من منسوب المدنيه والرقي والمستوى الراقي اللي تنجم تعملوا بلادنا. ترجع لنا عبر ربط مباشر القياديه في التيار الديمقراطي والنائب عن الكتله الديمقراطيه السيده سامي عبو. مساء الخير، اهلا وسهلا بك. مساء الخير واهلا وسهلا بك وجميع المستمعين واللي حداك الكل، اهلا وسهلا بكم. مرحبا بك، البركه فينا ناس الكل سامي عبو. ما ناش في حاجه باش نذكروا الوضع اللي احنا فيه والوجيعه اللي نتقاسموها الناس الكل اليوم. صحيح، الله يرحمه والله يصبر عائلته زوجته وابنائه، والله يصبرنا الكلنا. ونهار اليوم نهار حزين، المفروض كنا عيد جمهوريه باش نحتفلوا، كنا ودعناه نهار عيد جمهوريه، الله يرحمه ولينا يسكنوا الجنه يا ربي. معناتها اقل حاجه نعملوها، معناتها حاجه تؤلم، حاجه وجعتنا، تمسينا الكل، تحسينا الكل. انا نعتبر الموقف هذا موقف صعيب، موقف نتاع وحده، موقف نتاع الناس كل يد واحده، لا مجال للتفرقه، لا مجال، لا مجال للمؤامرات، لا مجال لكل ما يمكن ان يسيء على اللحظه قبل كل شيء. عظم الله مصيبه الموت وربي يرحمه. ربي يرحمه. يظهر لي الرسالة اللي سمعناها تقريبا من الناس الكل، من الأطراف الكل اللي كانوا منتقدين ليه أو مخالفين ليه أو اللي حبوه، الكل تقريبا إجماع اليوم سامي عبو على أنه الرجل كان ليه خصال معينة إنسانيا وسياسيا، وخاصة زاد رسالة اللي رغم الظرف والألم اليوم اللي نعيشوه، رسالة كانت من جميع الأطراف، رسالة داعية إلى الوحدة، إلى إعلاء مصلحة الوطن، إلى أنه ننساو الخلافات فات كل التالي، لأنه اليوم يظهر لي لا مجال لكل ذلك. بالطبيعة هو الاختلاف السياسي ما يخليش أنك تختلف مع سياسيين، هذا لا يمنع أنك 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 تعمل مع إنسان وأنه عنده ماضي وعنده جزء هو من تاريخ تونس، حبة من حبة وكلها من كلها. والله في الحقيقة هي الرسالة أنا نحب نقولها، ما قلتهاش قبل، نحب اليوم نقولها، الرسالة الإنسانية هذه لو عطاها لي هو قبل، معناتها باش نكونوا واضحين. يعني وقت مات الوالد، توفى الوالد الله يرحمه، تفاجأت به، ما كنتش انتظر حق باش يعظم لي الاجر، يعظم لي الاجر في بابا. كلمني واعطى رساله انسانيه كبيره وراقيه برشا، وعز بيا وحسيتها برشا،
وربي يرحمه، يعني ماهيش مزيه وماهيش مش خاطر سابقه زيادة، وانما شوف احنا توانسه نختلفوا ونطلعوا ونهبطوا في الاخر نحبوا بعضنا. معناتها ما تنجمش في لحظه هذيا في الموت كي هكا تجي متى لا تتذكر المساوئ وتتذكر النقد تتذكر. ننقدوه كسياسي، ننقدوه كرئيس جمهورية، وننقدوه غدوة رئيس الجمهورية إذا كان رأوه ما تتفقوش معاه مع سياسيا ورأوا ما واقفوا لا تتماشى مع قناعاتنا. لكن الاختلاف حاجة والمواقف الإنسانية حاجة. ربي يرحمه وربي صبر عائلته ولا. شكرا لك سيدة سامية عبو النائبة عن الكتلة الديمقراطية والقيادية في التيار الديمقراطي. ما زلنا مواصلين بعد شوية، ما زلنا في الخط مفتوح تقريبا للجميع، جميع زاد قاعدين ضيوف يتوافدوا علينا هوني في استوديوهاتنا المركزية. مواصلين معكم قبل ذلك أوماج للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في هذا التقرير ثم نعود. سيب بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها. الخميس 25 جويلية 2019 على الساعة 10:25 رئيسة الجمهورية تعلن عن وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس عن عمر يناهز 93 سنة. وفاة الباجي قايد السبسي تزامنت مع إحياء ذكرى 63 العيد الجمهورية بعد أن تم نقله البارح للعناية المشدة أثر وعكة صحية. وسبق أن نقل رئيس الجمهورية للمستشفى العسكري بتاريخ 27 جوان لإجراء تحاليل وفحوصات طبية أثر تعرض الوعكة الصحية مفاجئة وحادة قضى على إثرها أسبوع بالمستشفى العسكري قبل أن يعلن الطاقم الطبي للرئيس عن تحسن واستقرار حالته الصحية ومغادرته للمستشفى ليباشر مهامه باتصال هاتفي بوزير الدفاع الوطني ليمضي قائد السبسي بعد ذلك على الأمر المتعلق بدعوة الناخبين الخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. وبعد غياب تواصل 17 يوم التقى الباجي قائد السبسي الاثنين الفارط وزير الدفاع عبد الكريم زبيدي بقصر قرطاج لاستعراض الوضع الأمني. الباجي قائد السبسي ولد يوم 29 نوفمبر 1926، وهو سياسي ومحامي زاول دراسته بمعهد الصادقية بتونس ليتحول سنة 1949 لباريس ليواصل الدراسة العليا في الحقوق. وبعد عودته لتونس عمل كمستشار للزعيم الحبيب بورقيبة ثم كمدير إدارة جهوية في وزارة الداخلية ليتولى بعد ذلك عدة مناصب في الدولة منها سفير بواشنطن وباريس ثم نائب بالبرلمان سنة 1969 ثم وزير للدفاع في نفس السنة ثم تولى حقيبة وزارة الخارجية سنة 1981 ليتم تعيينه سنة 1990 رئيس لمجلس النواب مهمة واصلت لغاية 1991. بعد الثورة يعود الباجي قايد السبسي للحياة السياسية بعد أن تم تعيينه يوم 27 فبراير 2011 من طرف الرئيس المؤقت السابق فؤاد المبزع رئيسا للحكومة المؤقتة بعد أن قدم محمد الغنوشي استقالته وواصل تولي هذا المنصب لغاية 13 ديسمبر 2011. بعد ذلك ترشح الباجي قايد السبسي للانتخابات الرئاسية عن حزب نداء تونس اللي كان أسسه سنة 2012 وينفاز بالانتخابات ليكون أول رئيس جمهورية منتخب بصفة مباشرة وخامس رئيس جمهورية لتونس بعد الاستقلال.